عارفين المقادير انتوا ممكن تغيروها براحتكم، تعالوا اقولها لكم كده، انتوا غيروا فيها براحتكم، احنا حبشنا او تبلنا السجق بتاعنا حلو جدا، فاحنا مش محتاجين ايه نزود بهارات، هو فيه بهاراته. انا معايا ايه؟ معايا جزر، بصل، بشر طماطم، صلصه طماطم، معايا كوسه وبطاطس ولسان عصفور وبسله. انا عايزه طاسه سخنه، بس مش سخنه اللي هي السجق ينزل يتلسع فيها يتحرق، انا عايزاها ايه؟ سخنه انه اسمع الصوت ده. احنا ايه ممكن نزود له شويه زيت. شايفين لون السجق؟ اللون اللي ابتدى ياخده ده. انا اول ما وصلت لون السجق انه ابتدى ايه يتكرمل. في مقولة في كتب الطبيخ بيقولوا عليها ايه؟ الكرملة هي الحس بتاع الطبيخ او روح الطبيخ. فالكرملة او اللون اللي احنا بنديه لاي حاجة ده بيطلع منه طعم جديد خالص. يعني انا لو كلت السجق وهو مسلوق غير خالص طعمه وهو متشوح. وكذلك اي حاجة احطها عليه، خضار بقى هتزوده، اي نوع خضار على فكرة واحنا بنسلق الفراخ اللي بيكرمل الفراخ وهو او بيشوحها كده في الاول بياخد منها طعم مختلف تماما عن اللي بيسلقها على طول. عايزه في مره بقى اعمل لكم وصفه فراخ مسلوقه عاديه بسيطه واطلع لكم منها احلى شوربه بسبب كم تكنيك كده بكام خطوه صغيرين قوي في النص. انا ايه زي ما اتفقت معاكم مش هضيف كل كميه البطاطس، هضيف نصها علشان لو عايزين تعملوا ميكس ما بين كمية من البطاطس ولسان عصفور. انا هشوح كل الخضار بتاعي مع السجق. في المرحلة دي ممكن السجق يتكسر مني عادي، ما انا كده كده هقدمه متكسر. طب عايزين انتوا تقطعوه بشوكة وسكينة برة مفيش مشكلة، طلعوه الاول شلوه من الحلة وبعدين ايه انزلوا ببقية الخضار. الشوربة دي ابتدت ايه تاخد لون معايا، فاضلي اعمل فيها ايه؟ حاجتين. قلنا هنضيف عليها ناخد السباتيولا دي احلى، هنضيف عليها الصلصة وهنضيف نديها تقليبة كده ونضيف عليها كمان ايه الطماطم المبشورة. هقلبهم واستنى عليهم دقيقة يتشوحوا حلو وانزل عليهم بالشوربة. بصوا بقى هنزل بالشوربة دي على المكونات بتاعتي. عايزة اقول لكم الشوربة دي فيها تقريبا نفس السعرات الحرارية بتاعت شوربة الفراخ اللي بالخضار، لان انا هنا ما استخدمتش اي دهون زيادة، هو اسمها بس سجق لكن هو في الحقيقة سجق كذاب، ان هو نفس الطعم بس دهون اقل بكتير. فالشوربة دي تقدروا تعملوها مرة واثنين وثلاثة في اسبوع واحد ومش هتسبب اي زيادة في الوزن.